أوي أوي أوي، بقى ليا أصدقاء كتير، بقى ليا نشاط في الحقيقة كمان. يعني شاهدت عليه السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي، الله يرحمه، الفنان الكبير نور الشريف، صديق العمر. أنا عملت مسلسلين، مسلسل سباعية بس أعتقد إنها تم إخراجها من سوريا، المخرج الكبير المرحوم الأستاذ جلال غني. فيينا مختلفة، هوا مختلف تماما. عايز أقول حاجة الحقيقة، أنا عشت الحضارة الأردنية كويس، نجاح مذهل على أكتافه الحقيقة. وعملت فيلم الاحتياط واجب بإصرار وتكليف يعني لا يرد من صديق عمري الفنان الرحل العبقري أحمد زكي، وهو أصر إن أنا أكتب فيلم كوميدي، وقال لي إن الحكاية دي اتكتبت 3 مرات ومديحة كان اللي مش موافقة عليها. وجاب لي، قلت له طب هات لي صفحة، فجاب لي نص صفحة الفكرة، وأنا كانت سعادتي لا توصف، إن هو فرحان وإن مديحة كامل فرحانة جدا وصديقتي قوي بدورها. وكان طلبي الوحيد مش إن أنا أتكلم في الأجر، إن أنا أجيب شبان جداد صغنططين من معهد فنون مسرحية بقوا نجوم بعد كده. فأول واحد رشحته شريف منير والنور، وبعدين دينا عبد الله كانت من بره، كانت صغنطوطه لسه، ومحي محسن، محي الدين محسن اللي بقى نجمه بعد كده، فانا ومجموعه جميله بعد كده معاهم يعني الحقيقه. والفيلم نجح نجاح منقطع النظير. انا بسالك سؤال لحد، انت ليه تروح ببالك؟ مش هرد عليك، انا داخل اوضتي وسايبك لهم، وبيتنا الصبح بتفرج عليك. بعدين سافرت، وايامها كان جالي بقى ايه يعني تعقدات كتير قوي ان انا اكتب سيناريو، فمنها كان تعقد ان انا اكتب سيناريو قهوه الموارد. فانا رحت اوروبا مش قادر اكتب ولا كلمه، لان مش حاسس بجو المنيره ولا السيده زينب ولا. فرجعت تاني بعد شهر قلت لهم لا خدوا الفلوس للتلفزيون دبي، كانوا 500 دولار فما رضيوش. احنا عندنا بيئه محفزه للكتابه اكتر من دبي؟ لا، لان المسلسل ده بالذات ما اقدرش اكتب عن منيره والحي الشعبي المصري وانا عايش في النمسا. فيينا مختلفه، هوا مختلف تمام، عايز اشم ريحه الطعميه والترشي وشارع الشيخ علي يوسف والسيده زينب، ما ينفعش هناك. ما حسيتش ان انا بتمثل الجو المصري. قلت لهم خدوا الفلوس فما رضيوش. فانا نازل قابلني الصديق استاذ يسر الجندي، فبالصدفه كده يعني بحكي له، قال لي ده انا نفسي اكتب سيناريو. قلت له تعال. رحنا الشركه غيرنا التعاقد وما رضيوش ياخدوا 500 دولار، وبقى يسر الجندي من كبار كتاب السيناريو طبعا في العالم العربي كله. وانا في وسط البعثه بدرس، رجعت في اجازه كتبت فيلم المتمرد ده تاني تجربه، وكان انتاجي، وكان الحقيقه كان متكلف يعني بالحسره بقى اليومين دول يعني اتكلف 186,000 جنيه سنه 86، يعني وصلوا 200,000 جنيه. وانا ساعتها اكيد رقم رقم كبير. ده كان انتاج، وانا كنت مصر ان ممدوح عبد العليم يبقى هو البطل. حتى هو يعني المدير الانتاج ساعتها قال لي ده عميه زرق، فالدكتور فالاستاذ بركات الله يرحمه قال طب هو محمود مرسي عميه زرق يعني وعتريس وعميه زرق. المهم فبقى ده بطوله ليلى علوي، اظن كان ده تاني بطوله نفس، والاستاذ فريد شاو الله يرحمه وممدوح عبد العليم ومحمود مسعود وشباب كتير. ده كان الفيلم التاني، ورجعت اوروبا بقى اكمل لغايه ما بعد كده رجعت تاني يعني اواخر سنه 89. بابا بابا الفتره اللي حضرتك كنت مسافر فيها، يعني احكي لنا ايه اللي حصل هناك في الغربه؟ لا دي عايزه وقت طويل، عايزه حلقات. في الغربه طبعا يعني تجربه مدهشه، بس انا عايز اقول حاجه الحقيقه، انا عشت الحضاره الاوروبيه كويس قوي، يعني عمري ما كنت شفت زملاء يعني واخدين ولادهم واسرهم ومنعزلين انعزال كامل، يعني
لا شافوا سينما ولا شافوا مسرح ولا تفسحوا ولا قروا كتب، عايشين في جيتو يعني زي الجيتو كده اليهودي في اوروبا، سجن منعزل يعني كل يوم حد يعملوا حضره ياكلوا لحمه وفته، ما عمرهم ما دخلوا اوبرا ولا يسمعوا، بينما انا كنت بستمتع بالحدوته. بس ما لقيتش فيينا زي ما قالوا بقى متعة شباب وليالي كنت شكلا من بخلص. ده فيينا موسيقى راقية، موزارت، بيتهوفن، شوبرت، أوبرا على طول، حدائق على طول، معارض فني تشكيلي. فيينا يعني امرأة بالغة الجمال والنعومة، ملهاش دعوة بالأغنية بتاعتنا دي. أنا تأقلمت جدا هناك في الحياة قوي قوي قوي، بقى ليا أصدقاء كتير، بقى ليا نشاط الحقيقة كمان يعني شاهدت عليه السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي والسفير محمد إبراهيم الشاكر رجل عظيم كمان، لأن كان ليا نشاط هناك، نشاط وطني، نشاط سياسي يعني. أول اعتصام في أوروبا جنب سفارة إسرائيلية كنت أنا اللي بقود هذا الاعتصام، وأصرينا إن احنا نقعد وننام قصاد السفارة الإسرائيلية تأييدا لانتفاضة فلسطين وموقف مصر الحقيقة منها. فأنا ما حسيتش بأي اغتراب يعني، تعلمت كويس قوي، تعلمت حاجات كتير جدا كان نفسي أعملها، عملت حاجات أنا يعني وقفتها لأن أنا كنت ابتديت أعمل ديفينيهات للأسياء الستات والبنات، بس بشكل تصور جديد غير تصور العارضة المخشبة التقليدية دي، تصور العارضة اللي كلها يعني حيوية وكلها أنوثة. وكنت أنا بصمم كمان يعني، أنا كنت ديزاينر. كنت ديزاينر وتعرفت على كبار المصممين، على فيرزاتشي وكسبت فلوس الحقيقة. إنما أنا جيت في لحظة من اللحظات وخدت القرار ده، وأنا فاكر إن أنا حلفت على المصحف إن أنا أبطل التجربة دي، وأنا مش هشتغل ديزاينر ولا ليه. عشان ده يرجع للتربية، جو مختلف، حضرتك الدينية ولا؟ الأخلاقية والدينية والتصور يعني، ده جو إيه؟ رغم إن أنا جالي فلوس كتير قوي أو كلها اتصرفت، و يعني ما كانش الجو يعني. أنا بالفعل ببساطة شديدة أنا ما بشربش وما أحبش الخمر على الإطلاق يعني لأسباب دينية، إنما لأسباب كتيرة أخرى. أنا مش عايز أبقى في لحظة من اللحظات مش مبسوط وأنا مش مبسوط يعني. فأنا يعني كل الجو ده، والجو ده كمان كان فيه يعني جو مختلف، جو الجنسية المثلية وفيرزاتشي انتحر وبازوليني انتحر وكل مسائل دي بالظبط كده وشمال. وأنا كنت بحب ده وبعمل شغل حلو قوي الحقيقة، مستوحى من النوبة ومستوحى من أزيائنا الشعبية. طبعا كان مختلف بالنسبة للي بيتقدم في الوقت. أنا بقول فعلا كان ممكن يعني ألمع كتير يعني. إنما أنا خدت القرار الشجاع ده الحقيقة الحمد لله. بس أكيد برضو استفدت من التجربة حتى لو كانت بالنسبة لك مش يعني إنسانيا وعقليا. لا إنسانيا وفكريا وعقليا، وشفت شعوب كتير وشفت بشر كتير، واستفدت أكتر تعليق أستاذة أمريكية جات علشان مخصوص دكتور ديفرلي دي تحضر مناقشة الدكتوراه بتاعتي في جامعة فيينا. كان أستاذي رئيس جامعة فيينا، فهي قالت جملة الحقيقة ما كنتش فاهمها خالص يعني. فقالت وقالت لي هدية جميلة معاها، وقالت أسامة أبو طالب شخص لا تتشاجر داخله الحضارة. وأنا ما كنتش فاهم يعني، لسه كان صراع الحضارة ده، الحضارات ما طلعش. فأنا سافرت ورجعت ورحت على أستاذي على طول، احنا قاعدين في وقت في جنين البيت وكده في الريف، قلت له عن إيه لا تتشاجر داخله الحضارة. فقال لي يعني انت بمكوناتك العربية الإسلامية وبامتصاصك للثقافة الأوروبية دي كمان، الاثنين موجودين فيك، فانت التصالح ده جواك مش مألوف دايما ان حد كده يتصالح مع الافكار الجديدة وكل ده يقبق في داخله. كانوا شايفين حضرتك عندك مرونة. ايوه بالظبط، دي مساله مهمه يعني، مساله فعلا. وعلى فكره ده كمان من التربيه المصريه والاسلاميه يعني، كمان هي فكره التصالح والتسامح وتقبل الاخر او تقبل الغير، ويعني مساله يعني القاعده القرانيه انك لن تهدي من احببت يعني، ولو شاء الله لجعلكم
أمة واحدة. يعني ده أنا ما بقولوش كلام، وعشان كده أنا مش مستغرب قوي لما المشيخة يعني أو الشيوخ المتزمتين يعني ما كانوش يحبوني أو يقفوا ضدي، ومش مستغرب قوي لما يعني ده أقصى اليمين، مش مستغرب قوي لما أقصى اليسار لعبد للأسف ده مش يسار فكري ناضج، أنا ما تربيت في وسط اليساريين والاشتراكيين، إنما أقصى الطرف الآخر اللي هو هنا الطرف المتزمت بعصبية وبجنون وبكراهية، وهنا الطرف المنحرف المتحلل بـ 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 اللي ملوش اللي زي ما قال الكاتب الكبير دوستويفسكي، إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مستباح. فأنا أحد الناس أبناء الطبقة الوسطى القطاع الذهبي في الطبقة الوسطى اللي احنا أستاذي المستشرق اللي كانش يحب الإسلام ولا العرب أغنيت أمبروس قال لي بالنص كده، يعني قال لي عارف إن أوروبا بتخاف من مين والغرب عمره ما هيخاف من الملحدين عندكم ما لهمش مستقبل، ولا هيخاف من المتزمتين الدينيين ما لهمش مستقبل في مصر. قلت لهم ما هيخافوا من مين يعني؟ قال لي بيعملوا حساب لك انت. انا اندهشت جدا من التعليق. كنا جايين من مؤتمر في المجر، مؤتمر مستشرق المسلم الكبير عبد الكريم جرمانيوس. فقال لي بيخافوا منك انت بيعملوا حساب. فقلت له ازاي يعني يا بروفيسور ازاي؟ قال لي لانك انت انا يعني امثال يعني احنا طبقتنا كلنا. وبعد كده فهمت انت ممثل الطبقه الوسطى والقطاع الذهبي فيها، اللي هي بتروح المسرح، بتروح السينما، بتسمع مزيكا، بتروح الجامع وبتروح الكنيسه. يعني فده اللي هي الحاله الوسطى المعتدله، وده كان فهم صحيح قوي يعني، لانه مستشرق يعني عتيق ومدرك يعني ايه مجتمعاتنا والتغيرات الاجتماعيه اللي فيها. عايزين بقى كلام ياخدنا وننسى كلام حضرتك. احنا اتكلمنا عن السينما بس ما اتكلمناش عن التلفزيون والمسرح. التلفزيون هو المسلسل الوحيد، انا عملت مسلسلين، مسلسل سباعيه بس اعتقد انها تم اخراجها في سوريا، المخرج الكبير المرحوم الاستاذ جلال غني، ده اسم من الاسماء الكبيره الحقيقه يعني ايه، وكانت عن قصه حب لاف ستوري، الفيلم الشهير يعني اعداد مصري للفيلم. انما المسلسل اللي انا بعتز بيه كمان اللي هو تمنياتي بشفاء العاجل، ده انا كاتبه كوميديا واخرجه المخرج الكبير الراحل، وهو كان مخرج متميز لان ده كان مخرج الاعمال الدراميه ذات المستوى الرفيع، استاذ محمد عبد السلام كان مخرج البرنامج اظن المسرح او حاجه. ودي كانت اول تجربه، وهو كان صديقي، وانا اصريت ان الشركه اللي كانت شركه دبي، تلفزيون دبي اللي تنتج، وكان هيعمله الاستاذ ابراهيم الصحن، وبعدين المواعيد اختلفت فاتفقنا يبقى الاستاذ محمد عبد السلام، وكان بطوله، وفعلا كان بطوله الفنانين العظام الراحلين حسن مصطفى، محمد رضا، الست شوكار، الفنان الكبير محي اسماعيل، والفنانين الواعدين كانوا ايامها سلوى عثمان، ماهد رشدي، ناصر سيف، علاء عوض، كانت مجموعه جميله يعني، وانا صغير دول يعتبروا اكنهم تلامذتي وزملائي واساتذتي. فكان مسلسل جميل قوي قوي اتعمل في دبي. كان في مسلسل تاني اللي هو العشاق، وانا كتبته يعني بتكليف من شركه الفنان الكبير الشهيد مصطفى العقاد، وده اترجم للغه الانجليزيه. في فيلم كمان كان حقيقة يعني الله يرحمه الفنان الكبير نور الشريف صديق العمر لشركته، كتبنا فيلم الهانم الدكتور رفيق الصبان وأنا، ما كنتش هكتب الحوار فقط، الدكتور رفيق أصر أن أنا أكتب في السيناريو معاه كمان، ونور الشريف نزل المكتبة البريطانية وجاب لنا مراجع هامة قوي، وبعتنا لصديق لنا اسمه فاضل صالح
في عايش في كندا مخرج، صور نص الفيلم بنور الله يرحمه والفنانة فوسي، وبعدين اختلفوا فنيا فسافر ووقف الفيلم، نور هيخرجه وبعدين نور في مشاغله يعني السن تقدم بيه فما كملش ما كملش هذا الفيلم. دي يعني رحلة السينما اللي انا برجع لها يعني دلوقتي ان شاء الله تاني. أنا ترجمت من اللغة الألمانية في مجموعة من المسرحيات يمكن، وراجعت مسرحيات عن اللغة الألمانية وكتبت دراسات فخرية عليها. أول مرة للكاتب قصدي للمؤلف والمخرج المسرحي والسينمائي الألماني الكبير اللي هو بيعتبر يعني منعطف الفن المسرحي والسينما الألمانية راينر فيرنر فاسبيندر، أنا ترجمت له عدة أعمال ونشرت في إطار مطبوعات المهرجان التجريبي والمركز القومي للمسرح، وبعد كده تواصلت الأعمال يمكن في الفترة الأخيرة نزل أكثر من عمل يعني اللغة الألمانية. تمام، عايز بقى حضرتك تكلمنا عن مشوار حضرتك الوظيفي. مشواري الوظيفي بدأ بتعييني معيد في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودي حاجة أنا بحبها رغم ان انا حذرت منها، يعني حذرتني استاذتي الدكتور رفيزه زياد واستاذي الدكتور عبد القادر القطه الله يرحمه، وقالوا لي ان دراسه النقد والفلسفه والعلوم الجافه هتموت الشاعر والمبدع والكاتب، وانا الحقيقه يعني كنت حاسس ان انا بقاوح، يعني زي ما الصحافه كده بتضر الابداع وبتاكل الوقت كله، لكن انا فعلا المسألة دي لحد كبير قوي ركنت الإبداع صحة الناقد أكتر من المبدع، الحيوية العقلية، الرقابة على الكتابة، الرقابة الذاتية، وبعدين جت أكملت عليها خبطتها إلى حد كبير الوظائف اللي أنا تقلبتها في وزارة الثقافة، عشان كده يعني أنا بحاول يعني أسترد روحي دلوقتي. يعني لما رجعت من أوروبا الحقيقة تقلدت عدة وظائف متتالية في وزارة الثقافة، كل مرة يعني بوصل للكلايمكس في الأداء أو الإنتاج بصطدم بالمعوقين والمعوقات طبعاً اللي مش عايزين حاجة تتم، بصطدم بغيرة، بصطدم بأحقاد، بصطدم بروتين، أقوم هربان وطلع على برة أقعد كم سنة تاني وما أقدرش طبعاً أجيب عن مصر، ألاقي نفسي برجع تاني وأنا يعني بقول يعني بيت شعر قديم ليا كده أقوب إليك يا وجه الحناء فأرجع مصر وأكمل أشتغل في ما بين المركز القومي للمسرح، البيت الفني للمسرح، كل ده، لكن وأرجع أسافر برضو أكتر من مرة، يعني إذا أوروبا أو إذا جامعة عربية، أنا اشتركت في تأسيس قسم المسرح في جامعة السلطان قابوس في عمان مع صديقي الراحل المخرج الكبير هاني مطاوع. أو ممكن في حياتك؟ لا، هي سنة رئاستي للبيت الفني المسرح أنا قدمت في 15 أو 16 شهر، يمكن أزيد شوية، 31 مسرح، منهم الملك لير كان بيجيب لنا كل ليلة فلوس قد كده 12,000 كان بيقدم الفنان ناجح يحيى الفخراني، نجاح مذهل على أكتافه حقيقة، وللمرة الأولى الفنان سعيد صالح بعد عزلة طويلة على خشبة مسرح الدولة بيقدم قاعدين ليه مسرحية سياسية بالغة الجرأة،
اكيد كل الفنان مخرج الاستاذ حسام الدين صلاح. يحيى الفخراني بيجيب 12000 جنيه كل ليله، حسام صلاح سعيد صالح بيجيب 10000 12000 جنيه كل على المسرح. وائل نور مسرحيه كوميدي، وحنان شوقي المسرح مفيش فيه مكان على الاطلاق، مسرح الطفل شغال، مسرحيه كمان جواز على ورق الطلاق بطوله الفنانه وفاء عامر والفنان هشام عبد الحميد. الفلوس بقت تيجي بالكوم، محدش مصدق كل المسارح بتشتغل، ومسرحيات سبع مسرحيات تجريب للشباب، بنجهز مهرجان الكاتب المسرحي المصري. المرحله كان فيها نشاط فني كبير. المخرج الكبير فنان محمد عبد المعطي بيعمل مسرحيات اطفال الكبار بيتسابقوا عليها. حضرتك ككاتب وناقد متميز، ومصر مرت باحداث طبعا وتوترات سياسيه كثيره، منها ثوره 25 يناير و30/6. عبرت عن شعورك بالمرحله دي ازاي من خلال كتاباتك؟ الحقيقه في ال 18 يوم، انا بسميهم ال 18 يوم الطاهره، يعني من عمر الثوره اللي العالم كله زي ما وصف، يعني شعب مصر علم العالم الحضاره، يعني ده العالم انبهر 18 يوم دول. انا كنت بروح عمري ما وقفت قصاد يعني ميكروفون ولا كاميرا، انا كنت بروح امشي في وسط الجموع واتفرج مجرد متلقي، انا بهضم التجربه، اسلم بنتي على الباب واخد التليفونات اللي هيقولوها لي، والاخر خالص بعد كام ساعه كده اتكلم الاقي شباب محتفظين بيها هي وزميلاتها انا ما اعرفش هم، واروح اتواجد. وايامها الحقيقه انا فكرت في فيلم، وبعدين ايه فيلم الحقيقه كان جميل قوي، انا نادم انا كتبت خطته، لكن انا نادم ان ما كتبتوش ايام، كان اسمه ما اقدرش انساه. ودي على يعني تجربه المصريين والرغبه في التطهر والجمال، فيلم جميل مشرق يعني الحقيقه. خلاص وخلصت الايام دي وحصل الانتكاسات اللي احنا عارفينها، طبعا انا بنفعل بيها وبحزن من اجلها وحاطط ايدي على قلبي للوطن، بعتبر ان دي يعني ايه يعني ده اضاءات في تاريخ الشعب المصري. انا متفائل بطبعي، ربما دي نقطه ضعف كبيره، لكن انا يعني لا اعرف الهزيمه، يعني الا اذا هزمني قضاء الله سبحانه وتعالى، وده مش هزيمه، ده استعداد للقاء يعني. انما انا مؤمن بقدرات الشعب المصري، مؤمن بالطاقه الكامنه اللي فيه، مؤمن بمقوله بالغه الاهميه قالها الاستاذ الكبير توفيق الحكيم، الحاكم الجيد يصنع محكوما جيدا، والمحكوم الجيد يصنع حاكما جيدا، هي علاقه تبادليه ما بين الحاكم والمحكوم. ومؤمن بقدرات الشعب المصري وقدرته على الصمود، لان انا شفت انا عشت 67 هزيمه نكراء وانا واعي وعارف مين المتسبب، وعشت 73 العظيم وانا جندي في الجيش المصري وعارف مين الذين صنعوا مصر. حضرتك ما فكرتش انك تكتب حاجه في اسلوبك الخاص؟ يعني ما فكرت الحقيقه كتير يعني، بس انا ساعات كده يبقى زي ما حد يجي يزمر في الزماره، النفس يبقى جامد قوي فيلزق لسان المزمار فما يطلعش صوت، يعني يمكن بالهدوء شويه بالتفرغ شويه اقدر اطلع يعني التجارب دي. وهو الحقيقه فيه يعني كتابات اتكتبت يعني، انما لا بما لا يساوي قدر حق اكتوبر العربي او مسار اكتوبر. مع ان طبعا المفروض انها كانت تتكتب بشكل جيد، لو ان حضرتك شايف ان هي ما كتبتش بشكل جيد، لان في اجيال كتير بقى المفروض انها بتشوف كانها واقع. لانه اللي شايف اتعلم حاجات احنا فعلا ممكن نكون ما اتعلمناهاش، لان احنا ما قصدناش الوقت ده. لما تنزل كل مطبوعات، وانا ارجو يعني المسؤولين ينزلوا كل الاعمال وكل التسجيلات وكل الكتابات والاسرار على حرب اكتوبر، ده هيعلم الجيل بتاعكم والاجيال القادمه قد ايه حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف كانوا منطقه شرف ومجد بالنسبه للمصريين. Thank you.
لقاءنا نتمنى تكون